من نزوة العريقة حيث الجمال والتراث، جيناكم اليوم لنعرفكم على شخصية متميزة، صالح السليماني. يمتلك 3 سيارات من وكالة مازدا، تعود أقدمها إلى عام 1984. طيب في البداية خلينا نتكلم عن ما هو الطراز المفضل لك في تاريخ مازدا وليش تعتبره مميز؟ الطراز المميز عندي مازدا 6، أحس أنها سيارة يعني جميلة جدا ويعني متوسطة الحجم يعني بهذه المواصفات. طيب ما أبرز التقنيات والمزايا التي تميز مازدا عن غيرها من العلامات التجارية؟ حقيقة سيارة مازدا ربما هذه المميزات موجودة في مجموعة من السيارات، لكن ما يميز مازدا بالضبط أنها يعني تجد التقنية الموجودة فيها يعني دائما متقدمة وتدوم يعني قليل مثلا الأعطال، وفعلا يعني تجدها دائما مساندة للسائق. طيب كيف ترى تطور سيارات مازدا على مر السنين من حيث الأداء والابتكار؟ سيارات مازدا الحمد لله يعني تطورت أشكالها، يعني هذه السيارة موديل 84 وهذه موديل 2001، فالآن أصبحت أشكالها ما شاء الله أشكال جميلة ورائعة جدا، في نفس الوقت هي رياضية، أداءها أيضا عالي، رياضي، اقتصادي، حسب ما تريدي في بالسيارة. جميل. طيب لك ذكرى أو قصة مع سيارة مازدا؟ نعم، حصلت لنا قصة في 2015، كانت عندي نفس هذه السيارة وصار لنا حادث، فنظام الأمان اللي كان فيها عالي جدا، ويعني الحمد لله رب العالمين ساعدنا جدا. هذا بالنسبة لسيارات مازدا، وأنا أنصح يعني بشراء سيارات مازدا طبعا للأمان الموجود فيها والتقنية كذلك الموجودة فيها والأداء العالي والاقتصادي كذلك. طبعا رسمت هذه سيارة المازدا 6 2016، رسمتها باستخدام الألوان المائية مع الشمعية. طبعا هذه سيارتي طلعتها من الوكالة في 2016. مازدا سيارة عائلية ممتازة وسيارة يمكن الاعتماد عليها وهي جزء من عائلتي.